السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج مفيد جدا للمدرسين، يقدر يساعدهم في إعداد الدروس وإعداد الأسئلة والدسكشن. طيب خلينا نعمل ساين أب وأقول له مثلا إن أنا تيتشر، فبيقول لي اختار الاسم وليكن مثلا اسم المدرسة، يعني أعمل المدرسة باسمي. بيقول لي سجل من خلال جوجل. بعد كده ممكن تقول له ساعدني في اكتيفيتي او عايز الدرس كامل، بيقول لك انت عايز تتكلم على ايه ومستوى ايه. تمام، وليكن مثلا سبيس ريس ونخليه بقى يحضر لنا المعلومه. زي ما انت شايف هتسهل عليك ان انت تعمل حاجات شكلها حلو. ممكن اقول له مثلا انا عايز حاجه بالشكل دوت عن مثلا بلانت، وتقول له دو ماجيك، يبدأ يحضر لك البرزنتيشن، عمل لك اكتر من شريحة اهوت. تمام، لو قعدت تعملهم لوحدك هياخد منك ساعة ساعتين، هو عاملهم لك على طول. تقدر تعمل ايديت للاكتيفيتي اللي موجودة، تقدر تعمل ايديت للتكست. طيب خلينا نرجع لهم. هتلاقي هنا الدروس اللي انت كنت بتحضرها، ممكن تقول له كرييت ليسون، ممكن اقول له انا عايز بقى حاجة مثلا discussion question. اختار الموضوع اللي انت عايزه ويبدأ يجهز لك اسئلة في الموضوع دوت، وتختار انت بتدرس للسنة كام، ويبدأ يجهز لك اسئلة للسن اللي انت عايزه. بالشكل دوت تقدر تقول له وريني البرزنتيشن. تمام، زي ما نشوف كل شريحة فيها سؤال وفيها صورة المناسبة للسؤال. تقدر تترجم كل الشرائح مرة واحدة لأي لغة أنت عايزها. تمام، أي لغة مثلا كله هيترجم من الأسباني للعربي زي ما أنت عايز، يعني تقدر تعمل البرزنتيشن بتاعك بالعربي بدون أي مشاكل خالص. تمام، طبعا مفيش مشكلة إن أنت تراجع على الكلام كله اساسي، لانه ممكن يكون في مشكله في الترجمه او في تحضير الجمله، فلازم يكون في جزء من المراجعه من هنا. بس هو عمل الجهد كله المفروض ان هو يتعمل، بس ان انت تراجع.